طبعاً أول ملاحظة، أبو لهب مش اسمه، اسمه الحقيقي عبد العزة ابن عبد المطلب ابن هاشم، اسمه الحقيقي، لكنه اشتهر بأبي لهب لأن كان وجهه محمراً أو مشرباً بالحمرة. هلا البعض بيقول كان حلو أشقرانه، بس خلينا نوقف عند حد أنه كان مشربا بالحمرة فلقب بأبي لهب كحال النار. الحلو أنه الله سبحانه وتعالى رد عليه بلقبه، لكن أخذه إلى حيث اللهب، إلى حيث اللهب الحقيقي. أما معنى تبت، شو يعني تبت؟ في الأصل التب هو الخسران والهلاك. البعض بيقول التب هو القطع، يعني قطعت يد أبي لهب تبت، لكن قطعت هي نتيجة للهلاك ونتيجة للخسران. فالتب جاء ردا على تبه، لأنه هو وقف قال للنبي تبا لك، يعني هلاكا لك، فتبت يده وقطعت كما هو تب وخسر.